Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman eymeye gelmez, haydi eymeye gelmez. فاشينيستا بلا منازع. معنا فاشينيستا الحملة، ممكن تعطينا وصف للمكان؟ فاشينيستا كصف عبد الله يقول انت فاشينيستا قاعد حاط بضاعة. عبد الحميد ابي تعطيني انطباع عن المحل. والله محل يعني شعبي شعبي حلو. هذا يقول يعني شعبي هذه 4 وحدات يبين سعره. حق ابو سلطان. حق ابو سلطان. ابو ناصر. دخله. هاي الشاي. اشو؟ هاي الشاي ابو سلطان دي. والمحل بعد محل ابو سلطان. والدليل اكو اذان يا هذه المحل احنا قاعدين شعبي. هاي الشاي. براذر. اوكي شباب متعالي شباب غلموا وياك علي موسى هذه غرامك الخباز هذه حق علي موسى شوف مخبز هذه يضحك لك علي موسى خبز هاي جبن تشيز هذه هذه علي موسى لريت مره ثانيه تعال
عمان مشهور. اه احمد تبي انت بدي تفاح؟ هاي السوق الشعبي ولا اروع ريحة الطبيعة هني خضرة وسمك هنا. لا مو بدي لا مو بدي كل انواع زيتون ابي عليكم سلام عم ناصر بدك زيتونات والله ودي وين توسوس شلون هذه اجبان هاي نوع اخر في تنافس شرس طبعا احنا ما زلنا في جوله في داخل الميدان ومعنا الاخ خالد عبد الناصر احمد حميد ما روينا هاي سميط رفيجي كذي هاي صح ابو سلطان هذه عادل هذه غرامه السميط طبعا اكو واحد يمشي يشبه شكور كلهم يشبهونه ابي ابي احمد اه انت في الميدان الحين السوق هاي يلا تفرج تبي السوق الميدان يا احمد هاي خالد وعبد الناصر لعبتهم ذي المكان يلا احنا عشان تفيد لاحقين حق البقلاوه ايش ما اكل فخذ فيه انت معنا فاشينيستا الرحله حبيب حبيب بلا منازع طبعا حبيب الله يطول بعمرك هلا استاذنا يوسف هلا هلا استاذ الميديا تسلم ما عليك زوج سوري لا تركب ضيف هذاك يقول قهوه قال له ما عليك زوج دخل كمل يا شباب تغديتوا وشباعه احنا جايين عصير رمان ها عصير رمان رمان على خيار. هذه ما تقدر. انا ما بدي اسوي. معنا ابي احمد هاي مشتريات اليوم تراك سوت وسوت عبد الناصر شاري ادويه. خالد حق الاحفاد. المشتريات اليوم كبوس كان شوفوا حلو كبوس ظريف 160 ليره شاريه مشتري وانا صورتك يعني ما في 200 كذي يعني هاي تعرفه بالله عصير رمان شباب ان شاء الله اللي ما مطلب المرور مرحبا في نفس الجماعة ويانا يكون عصير رمان صيف الصيد نو ايس شباب احنا اذا قعدنا قعده خفيفه ننتظر صاحبنا ابو فاطمه يجي قلنا شو اسمه بناكل بغلاوه وتركيش كوبي انا منيت ما اكلت للحين انا هاي طلبتي كبغلاوه مستحيل احمد حميد ما يندر طلب تركيش كوبي هي طلبني تعجبني عبد الناصر لعبته اللي هو القهوه العثمانيه اكو ورا اكو البغلاوه ورا صاير واحنا في ميدان الصبح والجو دافي ولابسين تيشيرتات لا برد في الليل خفيف يعني ومعانا شو الاسم الكريم؟ مصطفى اهلين يا مصطفى على انت حضرت الموقع انت شاهد زور انا شو اسمك؟ مصطفى ها؟ مصطفى يقول هنا هون اللي صارت معركه الداحس والغبراء انضرب
الكويتي الله لا يعيد ان شاء الله. تبون توجهون اي سؤال؟ لا مؤتمر مؤتمر صحفي. حبيبي على سلامتك شكرا. هاي لنا دم سوري. لا لا حبيبي على سلامتك. سوريين ما جماعه. طبعا هذه البغلاوه احنا بناكل انا بتركيش كوفي و وش اسمه وشاورما. خير خالد معنا الفاشن فاشينيستا الرحله خالد. اليوم اليوم طالعين طالعه تسوق. ايوه تسوقيه. ما رحنا اليوم اليوم راح اليوم اليوم راح استكشافية تسوقية حق الاثنين اللي يداد اللي هما ابو محمد استاذ محمد حميد احمد ويانا ابو فاطمة ابو فاطمة الهادئ اللي يشبه عبد السلام النابلسي احرج الريال لا تي في بروجرام هذه like محل كبابي yes. yes, we always speak English. هذه عبد الله جناحي شركة بوسة. قول حق جاسم. This is the. What have you said? Special on caps. وين؟ أتوقع. شوفها. Anybody come Trabzon, he come this shop. She's nice girl. Thank you. Good English. Okay. اليوم كان الأغلاق مع أحمد حميد الشباب. بس ما صورنا بداية الغداء. أحمد. كانت الأغلاق اليوم. عيش. الحمد لله. السبت لازم نروح. كانت الأغلاق اليوم. أوه عجيب اليوم. عجبك الاغلاقه؟ اي هاي اللي يقفلها بس عم نوصل بسرعه على الشوارع والحركات. ما ادري ما ادري اسد بس انا ما صورت بدايه بس يعني هذه بقايا يعني حتى ابو فاضل بعد ما اكل ما يشجع في الاكل. شوف هذه اللي يشجعون في الاكل ابو احمد ابو محمد وانا طبعا. لا انت لا ما تشجع انت فانت اكو في وراك شو اسمه شو اسمه احمد. ليش تضحك يا احمد؟ ما اسم احمد على اسمي يعني. هاي احمد ابي احمد الشاي وصل لحظه بس خليني اسوي وصلت طلبيه وصلت. هاي عبد الناصر مستانس. طبعا اليوم غيرنا القهوه وين قهوه في الزاويه صغيره معنا المطاليج ابو احمد ابو محمد ابو محمد زين. والسلام عليكم ننتظر الشاي اكون في الاسطى ورا. يا اهلا وسهلا فيك عبد الناصر. سلامة. هذه بابا اهلا وسهلا. لحم لا لحم دجاج يعني. دجاج ايوه دجاج. هذه اركب ايش؟ دلافي هذه وسطى. اي والله هذا اخونا احمد جاي هني جاي محل مال بهارات اللي الشباب كله يشترون عنده. الو السلام عليكم. اوكي هاو ار يو جود. هذا احمد ابي. احمد ابي وش كردم؟ هذا هو؟ اي سنسه باربيكا. اي زين هاوس باس ماني نروح احنا الصيدليه من هناك. معنا الفاشينيستا بدون منازع اللي هو طرابزون. احنا اليوم بناكل شنو؟ شاورما. رساله توجهها للشباب من البحرين؟ علي موسى ولا الى اخره؟ علي موسى بدي اذكرك يبقى في الشاورما الجاي. نبقى في اللحم لا. اوكي. باللحم ان شاء الله بنذكرك واحنا بالبحرين. الاخ عبد الناصر شو يقول؟ انا اقول خلي يصلون على النبي ويوم الشباب هني ما في شيء وكل الامور طيبه وكل ما في اصدارات والاوادم من احسن ما يكون الا يضحكون نفسهم ما تغيروا واحسن احمد الحميد شو يقول؟ نفس الشيء نعيد كلام الشباب
حسيت انه حطك شيء؟ لا لا الناس ما سولفين طيبين بس لا لا بس ما يضحكون ما يعرفون كلامك. طبعا هاي البدايه سلطه وننتظر الشاورما الدياي واللي انت طالب لحم. انا عبد الناصر وسندويش دياي احنا لحم واحمد حميد الشرس ياكل لحم لحم وهاي الحركه هاش حلوه انا عبد الناصر احمد عبد الحميد قاعد ياكل سنطر الحين يحلي ريجه وهذه خالد ابو احمد الحين استراحه قصيره قبل في الميدان طبعا في الميدان بس قبل لا نروح بنروح نتشارى شوي ناخذ لنا فستق وبنتعشى وبنتمشى العشاء لعبه عبد الناصر يخلص نص الشوارما اللي معلقه ذي هو هذه طلبت احمد حميد شنو الخضار اللي طالبه؟ هاي كيوي كيوي بس بودر بس زين يقول فريش بس السياره اختار له ما وصل هاي عبد الناصر طالب ابنك هذه كيوي كيوي اصلا ما يزرع عندهم الكيوي ذي لا في ايران يزرع يا رومان عقب العشاء شاي حمر رومان فريش لا ما ادري رومان تبو الرمان رومان فريش اوكي فور مي وان رومان باشين رومان بس ملي هذينا مال الرومان كيوي 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 طلب غير متروس يعني شو تصور فيني يعني متروس الدب المتروس كانت جسمنا وينك يا علي موسى ربيع الأكل مهدود ما حد له يقول أوكلي أوكلي لو شاب عن بعد احنا مع الشباب في المطال الزجاجي بس ما ركبنا لان خلاص شبعنا قاعدين نستمتع بالجو والجاي ساحلب هاي ساحلب هاي علي موسى لعبته من خد ساحلب من الساحلب ما حد خد ساحلب عبد الناصر احمد حميد ان شاء الله يصير عشوة انا طلبت تركيش كوفي وشي كافي واحمد شاي شيرم بلا يقول لك تبي شكر والله لا ما لك هذه الاجواء مطل الزجاجي فوق الله يقول لك طال عمرك مسافرين مرحبا خالد اهلين ابو احمد وصلنا موقع كان يعني جايينا قبل سنتين او ثلاث سنوات تقريبا 21 2021 مزوان مزوان زين اللي هو شنو الموقع؟ شو اسمه هاي لبني 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 اللي في باط ها ايوه بس شوف الاجواء تختلف عن يومين هي اسمها لبني بشوب واحضني بس عكس اللي غيم وينزل سنو لا 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 طبعا كان ينزل ثلج خفيف ونرقص هناك مع عبد الجبار هناك رقصنا ايوه كيف هل نروح له لا على هاي كلش الظاهر جوه البرمخ عبد الله فتش روحك الحين شنو دوري بدي على اقول لك حاضر هاي لعبتك احمد بنعوزنا يلا شاي شاي عندكم هذه شاي على حطب ما شنو؟ حطب
خالد شو ذاك كثير مكان تقريبا بقول لك في شيء بسيط من العبق الماضي اي شو ذاكرك ذكرني بهالسفرة الجميله كانت لا يوم طريق يوم طريق زود تفضل تفضل كاميرا معك مع عبد الجبار هاي المكان اللي رجعك استو فيه ايوه وقفنا فيه هني ايوه وكان والسنو ينزل ايوه وكان قمه الوناسه شلون شلون رقصت انت؟ حد حدا من قلبي نواف الله يظل على فليزك لا قديمه يعني ذكريات قديمه بس يا ريت كان الجو نفسه لانه كان بتكون اروع اوكي يوسف يعني شفنا الجوين اي جوين والجوين حلوين حلوين بس سوي احاول ان انا اكتب ذكريات اي ها العبق الذكريات هاي اللي احنا هنا جينا منها بس كاي شخت شهابيط هاي ذكريات والله صدق محرقي فوضوي حطيناك على الله هناك كله عيالنا يشوفون هذا اشوف عيالنا قول لهم ينيو سوي حفره عاد هيك قاعد احفر يلا احفر عيالنا لينيو يقولون هاي بعدين ياخذون المنطقه هاي مالتنا ما تباس اسرائيل احسن منا اقول لك امورني وينك ما عندنا حي الله الشيخ ولد العوابي يحييك يبجيك يا شيخ نورين طرابزون وبلكونة أوزنقول يا شفتي الحيط حرك ما اشتغل حطيت اي ما اشتغل حطيت فيها ما اشتغل حطي بالثاني يبقى يشتغل حطيت في دكتور على ثنتين حطيت في ثنتين ما اشتغل خالد وين عسعس ها ما تشوفه يختفي لا مو بيرجع قلت له ماني كفي حب مني قال ما في وينك انت دوري خلنا نصورك فيديو ألف صعود مو بألف نزول تقص علينا شيك الثاني كان يشتغل هاي خربان مرحبا أبو أحمد هلا بيك هلا طلع من المطعم الحين الجو يا جماعة الخير مال مال تكة لكن تغدينا يعني الحمد لله دال تصبريات دال ايه الغد اللي هو في الميدان ان شاء الله في الميدان بس شوف الذبوحة كوي يعني صراحة كم اسبوع دي هاي يحصل هاي الذبوحة وهاي الضوء هني ايوه والشباب صاروا عبدة النار واكو عبد الله بعد يوياك صد خشمة هلا عبد الله تعال تدافع تعال تدفك وضو اكو ياك حبيب الحبيب ياك مواطن هذا يلا ثلاثة اثنين
بياض.